زين، هذا سؤال حلو. السؤال يعني ما انك ماستر الانجكشنز، عطنا الاجابه حق السؤال هذا. طبعا احنا بنقول تجاعيد اليد دي طبعا ساعات بتبقى طبعا زي ما قلنا ناحيه وراثيه او ناحيه عمريه، فانسب حاجه ليها على حسب. عشان تعمل شد للتجاعيد في طريقتين، الطريقه اللي هي بالفيلر او بالمواد اللي هي المالئه اللي هي الهيالورونيك اسيد، وفي اللي هو مواد زي اللي هي بتبقى الكالسيوم. يعني في طرق، في مواد كتيره اللي هو تعبئه اليدين، وفي الدهون اللي هي الذاتيه، لان احنا بناخد دهون من الجسم وبعد كده بنعالجها وبعد كده بنحقنها في اليدين. طبعا انا لو حل سريع ومش مرهق للمريضه بننصحها بالفيلر، لكن لو عايزه حل يدوم فتره طويله ويديها نتيجه طبيعيه وتدوم معاها فتره طويله وبشكل جمالي جدا رائع، يبقى الدهون طبعا احسن من الفيلر. ممتاز ممتاز، حلو حلو. خلينا نروح حق سؤال ثاني. زين، هذا سؤال يعانون منه كثر بنات، يعانون من المشكله هذه، حبوب تحت الجلد. خلصنا من هذه المشكله، حبوب تحت الجلد يعني أول حاجة مش بارزه حمراء برا فوق برا يعني واضحه، لا، حبوب تحت الجلد يعني ضايق، تحس الوحده لما مثلا تحوش تجابل الشمس مساقط الضوء عليها تبين كأنها في مطبات في حبوب. الوجه، دي بتبقى حبوب يعني صغيرة. منظر وحش، ما يحبون البنات. فشنو الحل؟ ده أول حاجة. بص، ده مشكلة الحبوب اللي تحت الجلد دي بتبقى مشكلة زي ما احنا اتطرقنا في أول اللايف، إن هو طريقة اللي هو علاج البشرة بصورة خاطئة. زي إن احنا بنقول إن هو أنت عارف طبيعة بشرتك، سواء إن هي جافة بتديها كريم ريتش أو مرطب يكون دسم، لكن لو هي بشرتها مختلطة، المشكلة دي بيعاني منها أغلب البنات اللي هم بشرتهم مختلطة للدهنية، وإن هم بيستخدموا سواء الحماية أو مرطب يكون مش مناسب للبشره وبالتالي يكون لهم الحبوب اللي هي تحت الجلد دي. اول حاجه لازم قبل بدايه العلاج بنشوف طبيعه البشره وبنحدد لها النوع المناسب للحمايه والمرطب، وتعمل جلسات تنظيف. حل المشكله دي جلسات تنظيف البشره. طبعا التنظيف بيختلف من بشره للتانيه، في انواع كثيره من التقشير اللي هو التنظيف البشره اللي هو زي اللي هو الهيدرافيشيال، وفي اللي هو التنظيف البشره اللي هو السطحي والعميق. طبعا بيختلف من واحدة للتانية، وعدد الجلسات طبعا بتختلف على حسب كل حالة، لكن زي ما قلنا الأول تعرف طبيعة البشرة وبعد كده تعمل جلسات تنظيف. يا جماعة أقول لكم يا بنات، من أهم علاجات البشرة تنظيف البشرة باستمرار، لأن هذه الرؤوس السوداء والبيضة تحت، خاصة السوداء اللي تحت الجلد، مثل القنبلة الموقوتة، بأي وقت راح تصير حمراء، تلتهب وتصير حمراء، وإذا صارت حمراء ما راح ينفع معاها جلسات تنظيف، ما ينفع معاها إلا الرواكتان. فدائما تنظيف البشرة مهم، مهم جدا تنظيف البشرة. احنا بنقول طلال، دايما بقول كلمة بالنسبة لتنظيف البشرة للمرضى، بقول لهم حاجة يعني تعليق صغير، بقول لهم زي انت بتغسلي اسنانك كل يوم مرة او مرتين في اليوم او 3 مرات، وبالتالي ومع ذلك لازم تروح لدكتور الاسنان كل 3 شهور او شهرين او 4 شهور تعملي سكيلينج او تنظيف للجير، وده لا يغني عن ان انت بتستخدمي فرشة الاسنان كل يوم. فتنظيف البشرة نفس القصة تقريبا. ممتاز، حلو حلو. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم، لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.